قطع المغرب أشواطا متقدمة لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، خاصة ما يتعلق منها بمحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء وتحسين ظروف العيش في العالمين الحضري والقروي، لا سيما بتأميم الاستفادة من الكهرباء والماء الصالح للشرب. وبموازاة ذلك، قامت بلادنا بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن مرض، وكذا نظام المساعدة الطبية لفائدة الأشخاص المعوزين. كما حققت المملكة بإرادة سيادية تقدما ملحوظا بشأن المساواة والإنصاف بين الجنسين في مجالات الأسرة والصحة والتعليم وسوق الشغل، وتعزيز التمثيل السياسي للمرأة وحضورها الفاعل في الحياة العامة. وقد تمكنا بفضل انتهاج تأميم التعليم الابتدائي من تمدرس 93% من الأطفال ما بين 6 و 11 سنة. ومنذ 2008 اتخذنا مخططا استعجالي لتسريع وتيرة إصلاح منظومة التربية والتكوين، وبالنظر للأهمية التي نوليها للبعد البيئي في التنمية، فقد قطعنا خطوات موفقة في مجال المحافظة على البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وأملا على النهوض بتنمية بشرية مستدامة بالاستغلال الأمثل للتكنولوجيات الجديدة والنظيفة، أطلقنا مخططا رائدا للطاقة الشمسية وبرنامجا مندمجا لإنتاج الطاقة الريحية، وبفضلهما سيتمكن المغرب في أفق سنة 2020 من تغطية 42% من احتياجاته الطاقية من مصادر متجددة ونظيفة. السيد الرئيس، لقد أتاح الالتزام المشترك لقمة الألفية تغيير مصير الملايين من الناس الذين أصبحوا يتمتعون بحقهم في التعليم والصحة والشغل والعيش الكريم. لكن هل يرضى الضمير الإنساني أن يظل أزيد من مليار شخص يعانون الجوع، وأن يموت ملايين الأطفال سنويا من سوء التغذية أو بسبب أمراض وأوبئة صار علاجها متوفر وبتكلفة بسيطة؟ كلا، إننا نرفض هذا الواقع المر المنافي للمقاصد السمحة للأديان السماوية والأنظمة الديمقراطية والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية المثلى للإخاء والتضامن والإنصاف. هذا الواقع الذي يتم استغلاله للأسف الشديد لإذكاء نزوعات الحقد والتطرف، لذا وانخراطا منه في تعزيز شراكة عالمية تضامنية وضع المغرب التنمية البشرية